بارك الله فيك. صح. السلام عليكم. راني درت لكم فيديو على هذا الآلة تاع الاسمنت، وها هو السيد اللي راه يقود فيها. راني درت لكم داك النهار عليها فيديو تقود بالبلوتوث. راه هي اصلها شركة ألمانية، وتقلدوهم الشركات الاخرين كاع قلدوهم في هذا هو راه هذا تخصص تقريبا نفسه مثل الرافعة، فيها عوارض وفيها ارجل وثمنها لا بأس به. وراك ما تجيتش بلاصه تاع تربص، نقولوا احنا تربص على جالها، ثم تربص من اجلها. بصح اذا دخلت الى شركه، نقول احنا دخلت الشركه ولقيتهم يعملوا بها، استغل الفرصه وتعلم لها استغل الفرصه وتعلم. ترقى قائد رافعه، نقولوا احنا ما لقيتش عمل، راه هي ويا تقرب كيف، وراها ثمنها ثاني الله ما شاء الله، لانها فيها تخصصين في تخصص واحد، تقود في الشاحنة وفي نفس الوقت تقود في الرافعة هذيك من الفوق تاع الاسمنت. راها فيها واحد اسفنجة هاك تنظفها، وفيها عمل الخلاط الاسمنت تجي حدا داك الراجل هذاك، ومن بعد دخلها العوارض تاعها ودلها تحت العوارض، دلها مثل هذه دلها. المهم انا راني نقول لكم، اذا